فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ حسام جاد من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا شيخ حسام. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد، وأهلا ومرحبا بالإخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك في حضرتك، واسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ حسام جاد من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية، حجاب المرأة المسلمة شرف، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، هذه النعمة العظيمة. والحجاب وما يدور حول الحجاب منذ القديم وليس من الآن، إنه هو دعاوى للحريات ومش عارف مين ذهب إلى ميدان إيه وخلع الحجاب في القديم وفي الحديث الآن. من يريد أن يحرر المرأة من عفتها وحجابها، وكأن الحجاب قيد على رؤوس النساء العفيفات الطاهرات. الحجاب وفضله شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى دعا نساء المؤمنين إلى ارتداء الحجاب، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر به، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى: وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنساء المؤمنين. ولك أن تتخيل الشرف أستاذنا الكريم وأيضا المشاهد الكريم، لك أن تتخيل الشرف أن الله سبحانه وتعالى قرن نساء المؤمنين بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته عليك. فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر لك والأمر لنسائك وبناتك ولأزواج المؤمنين. الحجاب فريضة شرعية باتفاق العلماء، وقد اتفق أهل العلم جميعا على أن المرأة يجب عليها أن تستر بدنها كله، واختلفوا في الوجه والكفين على قولين معروفين مشهورين عند أهل العلم. أما ما عدا الوجه والكفين فسترهما فرض باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعلوم أن المرأة التي تحتجب تكون قد صانت نفسها عن الذئاب البشرية وعن أعين الناظرين، فهي قد تحشمت قد احتشمت وقد لبست لباس العفة والطهارة، لا كما يقول البعض حجاب المرأة في قلبها. هذا كلام ليس بصحيح البتة، فنحن عندنا أحكام من الله سبحانه وتعالى لا يقال فيها المهم القلب. لا، الله سبحانه وتعالى أرادك عبدا قلبا وقالبا، وليس قلبا فقط وليس قالبا فحسب، وإنما يجب على المرء أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا شيخي الكريم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد. أهلا ومرحبا، تفضلي. عندي شكوى شيخ أحمد من جوز، الله يبارك لك، ممكن تفيدني فيها؟ شكوى من زوجك؟ أيوة، تفضلي. أنا أول هم متجوزة لي 20 سنة معاه، وكل ما يتكلم معايا لو في خناقة ولا حاجة يقول لي إيه أنت حرمان عليا زي أمه وأختي، ما فيش ردود تاني، قالها أكتر من 900 مرة الكلام ده. لا حول ولا قوة إلا بالله.
واخر مره يوم الجمعه اللي فاتت دي ساب الدين وشق جلابيته واستغفر الله العظيم، يعتبر طلع عن الدين خالص. اعوذ بالله. وقال لي برضو، وقال لي نفس الكلام، انت حرمان علي زي امي واختي، وقعد يسب فيا وشتمني والكلام ده. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. طب الوقت انا اعمل ايه؟ انا برضو نزلت وكلمت برضو عشان الايام المفترجه اللي جايه علينا دي، انا بصوم اول رجب واثنين وخمس ستات، فما ينفعش ان انا اصوم وانا مخصمه طبعا. طيب. فتنزلت واتكلمت برضو، بس انا عايزه اسال في الحلفان اللي هو حلف اكتر من كم مره عليا ده. حاضر. طب هو حاله ايه مع الله يا امة الله؟ يصلي ويصوم؟ لا بيصلي، بيصلي بس يعني مش إيه بيصلي إيه يعني فرض. انت اللي بتنرفزيه يعني، انت عرفت ان هو غضوب وربنا عافينا وعافيه؟ لا والله يا انت اللي بتوصليه الحاله دي ولا ليه هو بيعمل كده؟ بص يا شيخ احمد، هو كان اولا متجوز قبل واحده قبل كده، ومعاه بنت منها، فالبنت دي كل ما بتيجي تعمل بينه وبينه مشكله والله وبالله يا شيخ احمد. طيب واضح كلام، ربنا يعافي الجميع ويهدينا ويهديه ويهدي المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. الحجاب فريضه من الرحمن يعني على امه، على نساء امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واظن ان الحجاب كان فريضه حتى على الامم السابقه يعني. ناظر حتى في صور غير المسلمين من الغير غير المسلمات قريبا وقديما وقديما الحجاب، حتى الصور التي هم يعلقونها يعني يقولون بأنها سورة العذراء، نعم، لامرأة محجبة وهكذا. فالحجاب يعني ليس جديدا ولا بدعة اخترعها الإسلام أو أتى بها نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فكلامك كلام صحيح مسلم عند الجميع. الحجاب فطرة، يعني تحشم المرأة وستر المرأة فطرة فطر الله سبحانه وتعالى النساء عليها. وأنت إذا نظرت إلى طفلة صغيرة والله ويعني تعرى منها شيء، سرعان ما يعني تجذب ثوبها إلى أسفل لتستر نفسها. فطرة، فطرة هي يعني تعودت ومفطورة على ستر بدنها وستر جسدها. نعم. وفي يعني القديم القريب شيخ الكريم فضيل الشيخ حسام، كان في حاجة اسمها برقع الحياة. نعم. المرأة يعني إذا رأت رجلا كانت تستر وجهها حياء. نعم. تقول رجل أجنبي أو رأت رجلا فتستر وجهها. نعم. هذا طبعا يعني نسأل الله العافية ما بقاش إلا من رحم الله موجودا كما كان في القديم، يعني جدتي وجدتك والناس نعم. اللي كانوا قريبين مننا جدا كان عندهم الكلام ده. نعم. يعني أذكر حتى والله يعني يمكن بلا علم يعني شرعي كبير، كنا إذا نزلنا إلى الشارع يعني وقابلهن الرجال استطرنا بما تسمى الطرحة، يعني بما تسمى الطرحة مهما كانت حتى خفيفة، لكن كانت توضع على الوجه هكذا، أحيانا أن ينظر الرجل هكذا في وجهها، كان هذا موجودا بهكذا بفطرة الناس، بفطرة الناس تحتشم من وتتستر من أعين الرجال. وحتى أنا أذكر والله قولا لشاعر جاهلي وهو عنترة ابن شداد قبل الإسلام، يعني يتكلم على أن المرأة كانت مصانفة، يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، وآخر يقول أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. فيعني كان عندهم حشمة وعفة حتى يعني والله كما تشير حضرتك بلا يعني بلا نصوص، فكيف إذا جاءت النصوص تؤيد هذا وتوجب هذا وتلزم بهذا؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الله. تبرج الجاهلية الأولى كان عامل إزاي شيخ الكريم؟ طب نأخذ أم عبد الله ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سمحت يا شيخ؟ نعم. انا جوزي شغال في الفحم اللي هو بتاع القهوه ده، فانا عايز اعرف اذا كان الشغل ده حلال ولا حرام. طب هو الفحم ده للمقاهي فقط ولا لغير المقاهي كمان؟ يعني هل هو للمقاهي؟ لا، اصل هو الفحم مش للمقاهي بس للمقاهي. قولي لا اله الا الله ما تقوليش والنبي. يعني هو شغال في مصنع فحم ولا شغال بيولع الفحم يشعل الفحم في المقهى؟ يا لان الفارق كبير. نعم. انه لو شغال في مصنع فحم هذا هل له حكم؟ نعم. ومن يعمل في مقهى ليشعل الفحم ده موضوع تاني اخر. نعم. نعم شيخي الكريم، ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. نعم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فيها أقوال كثيرة للسلف أشهرها أن المرأة كانت تظهر صحرها
اللي هو الرقبة جيدها عنقها، وكانت تظهر شيئا من صدرها، وكانت تظهر منطقة شيئا منطقة النحر ولا ليس الصدر كاملا، يعني منطقة الصدر من فوق الصدر يسمى من من هنا مش كما يفعل لا الان نسال الله العافية. التبرج والله اكبر من التبرج الجاهلية، ما كانوش بيعملوه المشركات قبل الاسلام. هذه الزينة نهى الله سبحانه وتعالى عنها تماما، يعني انظر الى هذه الامور اذا ظهرت. يقول تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. يا استاذنا الكريم، الله سبحانه وتعالى انزل آية من أجل امرأة ضربت برجلها الأرض، فقال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة المخفية إذا أشرت إليها، وهذا قد يتسرب إلى قلوب الرجال، امرأة تلبس خلخالا فضربت برجلها الأرض ليحدث صوتا، ليحدث خشخشة، فالله عز وجل لفت انتباه الرجال، فالقلوب تميل، ده متزينة، ده لبس كذا إلى غير ذلك. فإذا بالأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبعة الطباق، وينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحق سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله سبحانه وتعالى أمرها بغض الطرف وأمرها بغض الصوت، قال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كانت مأمورة بعدم الخضوع بالقول، فكيف بإظهار البدن إلى غير ذلك من الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على نساء المسلمين جميعا. آمين يا رب العالمين. رغم الدعوى الكاذبة والباطلة العري موجود، لكن الذي يطالب بأن تنكشف النساء كلهن نسأل الله العافية، وهذه الدعوة للرذيلة، ألا يكفيه ما يرى من يعني من واحد مش عايز يوصف من عري و و و إلى يعني نهاية هذه الواوات نسأل الله العافية. كمان عايز العفيفات الطاهرات يخلعن يعني حجابهن، وللأسف شديد يسمع لهؤلاء وتردد أقوالهم على ألسنة الناس، وبعض الناس يقولون ده احنا ما شفناش البلاوي والحاجات والتحرش إلا من بعد ما الحجاب دخل مصر. ما عرفش يعني إلا من بعد الحجاب ما دخل مصر، والحجاب دخل مصر في التسعينات ولا الحجاب دخل مصر مع سيدنا عمرو بن العاص حين فتح الله عليه وعلينا مصر بلد الإسلام وبلد الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فلا عجب إذا انتكست الفطر أن تسمع هذا الكلام، لقد انتكست الفطر وتغيرت وتبدلت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا أفضل بيان، وأنا سأجعل المشاهد الكريم الآن يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري لماذا؟ اسمع معي إلى ما نطق به الفم الشريف، فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. الرجل التافه وفي لفظ السفيه وفي لفظ الفاسق وفي لفظ الفويسق، يتكلم في أمر العام يعني يسمع له تصير له، يعني إيه وينطق فيها الرويبضة أستاذ أحمد؟ كان أخرص ثم صار ناطقا؟ لا، وينطق فيها الرويبضة أي تصير له كلمة مسموعة، أي تصير له كلمة مسموعة. إذا معنى وينطق فيها الرويبضة، يعني صاحب برنامج مثلا أو ويسمع له ويقول أنا عندي جمهور وجمهوري وأنا اللي الميت مليون وأنا بعمل لجمهوري، واللي جمهوري هيقول عليه أنا هعمله. يعني ممكن يبقى صاحب هو رويبضة ولكن يكون صاحب كلمة مسموعة. سأكمل إن شاء الله مسيرة ما كنت أتكلم فيه، لكن أعلق على مسألة الجمهور. قال ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتابه الماتع تأويل مختلف الحديث، قال ولو أن رجلا ادعى الألوهية لوجد له أتباع، فهذا أمر مسلم. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمسألة الكثرة والقلة هذه مسألة خطأ خاطئة، وإلا لما كان هناك حق. لماذا؟ خلاص نقول الآن أكثر الناس أكثر خلق الله مسلمون أم غير مسلمين؟ ليست الكسرة مسلمة، إذن فالكسرة هي التي على حق، هذا لا يقوله إنسان عاقل. ثم نعقب قائلين الذي يقول أنا لي جمهور، أولا سلمنا جدلا أنه صادق فيما يقول، له 100 مليون، وهذا يعني لا نسلمه، لكن سنسلمه جدلا من باب فقط نسلم يعني في المناظرة جدليا لا حقيقة. نقول طيب قل لي من يسمع لك أقل لك من أنت، قل لي من يسمع لك أقول لك من أنت. المرء على دين خليله. يا أستاذ أحمد حضرتك تعطي خطبة،
فيمدحك مثلا العوام ويقولوا ده لغوي، هذا خطيب مصقع ولغوي بليغ وكذا، ولكن يعني مدحك ألف بهكذا، وجاء متخصص أو دكتور في جامعة في كلية اللغة العربية أو عميد كلية لغة عربية وتكلم، شهادة هؤلاء جميعا أم شهادة هذا الدكتور العميد في كلية اللغة العربية؟ لا المتخصص طبعا. المتخصص، نعم. فنحن كل هذا الذي يتكلم نقول بأي شيء عرف في العلم، يعني نسأل أتباعه حتى نقول لهم فلان هذا الذين يستمعون إليه بأي علم عرف؟ هل عرف مفسرا؟ لا. هل عرف محدثا؟ لا. يعني هل ظهر مفسرا وصار له باع في الحديث أو في التفسير؟ لا، لم يعرف مفسرا ولم يعرف محدثا ولم يعرف فقيها ولم يعرف أصوليا ولم يعرف لغويا ولم يعرف عقديا ولا أديبا ولا شاعرا. فبأي علم من العلوم عرف يا هو عرف بالتشكيك أيوة يعيب، وبالطعن والتكذيب. الله يفتح عليك، يعيب العلم والعلماء، فلا فقه ولا فقهاء ولا حديث ولا محدثين ولا لغة ولا لغويين. وصدق القائل إذ يقول أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. فهذه بضاعة كل مفلس. طيب حتى بقى لا نخرج يعني فندع هذا، نقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال وينطق فيها الرويبضة. قد تتساءل أستاذنا الكريم كيف ينطق الرويبضة؟ كيف تصير له كلمة مسموعة؟ كيف يقبل الناس عليه؟ كيف يكذب الصادق؟ ولما يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين؟ كيف يقع هذا؟ اسمع معي إلى ما نطق به الفم الشريف، فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وأسود مربادا كالكوز مجخية، كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هوى. خلاص، المعروف هو ما أعرفه أنا ولو كان منكرا في كتاب الله وسنة رسول الله، والمنكر هو ما أنكره أنا ولو كان معروفا في كتاب الله وسنة رسول الله. فيرى الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، والصواب خطأ والخطأ صوابا. خلاص، إلا ما أشرب من إيه؟ من هواه. وحينئذ فلا بد أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، كما نطق بذلك نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا عجب، والله الذي يذهب إلى السنة سيجد كل هذا موجودا. نعم، جزاك الله خيرا. ونحن كنا نتحدث عن هذه الظواهر الغريبة والدعاوى الباطلة يعني للعري وكلام، يعني مش عايز أصفه إنه كلام، هو فعلا كلام فارغ وهراء وهراء. حتى من اهل الفن ردوا عليه، نعم، بل اني من يعني من الذين ده في نساء غير محجبات رددنا عليه، يعني نعم. يعني احنا عارفين ان احنا بنعمل معصيه، هن يقولن هذا نحن على معصيه، وانت تقول لا هو الحجاب فريضه ولكن انا المقصره، نعم. يعني البعض قلنا هذا، فنسال الله العافيه. والعجيب شيخ الكريم ان معظم اللواتي طلبنا بخلع الحجاب، طبعا هن غير محجبات ولكن عفى عليها العمر، يعني نعم. يعني تنظر اليها احنا تتحدث انت، نعم. يعني نسال الله الهدايه. يعني احداهن قد قال فيها الشيخ كشك رحمه الله عليه وقد رد عليها قديما، وتخيل في السبعينات، نعم. هو الشيخ كشك موقوف سنه 81، نعم. يعني كلامه كله في السبعينات الستينات والسبعينات. الله رد على احدى، انا اتكلم على الشرائط، الشرائط كلها سجلت في فتره السبعينات، رد على احداهن وقال لها يعني يا فلانه، وانا لا اسمي، يعني فالعبره ليست بالتسميه، الاسماء لا تعنينا، نعم. انما العبره والله اللي احنا نستفيد ونتذكر. قال يعني راس كراس الشيطان، راس علاه الشيب، استغفر الله بل طحنه الشيب. تتكلم عن الاحسان وتدع راسها، لا حتى ما تسبغوش، هو بشعرها الابيض وراس كراس الشيطان، نسال الله سلامه. وبلغت من الكبر عتيا، يعني اذا كان ده في الاول في السبعينات فكيف بزمنها، بلغت من الكبر عتيا ومع ذلك لا تستحي وتطالب بهذا ولا هدف. لكن دعني اشير الى شيء، يعني استاذنا الكريم، أشير إلى أمر في غاية الأهمية. عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. انظر إلى سنهن ومع ذلك يعني يدعين إلى ما يعتقدنه وإلى ما ينتهجنه، ونحن في غفلة ونحن في تقصير. هو صاحب الدعوة الأساسي ذكر، ولا أقول رجل، لا ذكر، نعم. يعني ربنا يتوب علينا وعليه، نعم. ويرزقنا وإياه الفهم. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. ونعود ونقول الحجاب فريضة الله عز وجل، نعم. على نساء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه والله فخر وشرف، نعم. أن تكون المرأة محجبة طائعة لربها ولنبيها الكريم
صلى الله عليه وسلم. سؤال للأخت الفاضلة أمة الله، شكوى من زوجها، يعني هذا الرجل يعني لعله يعني يكون كذلك إذا استغضب أو غضب، وهي قالت فعلا أنه له ابنة من زوجة أخرى، كلما أتت هذه البنت سب وشتم وحرمها على نفسه وقال لها أنت كمثل أمي، محرمة علي مثل أمي وأختي، وقالت باللفظ أكثر من 900 مرة يعني في العشرين سنة. طبعا أكيد ما فيش كفارات يعني، فما الحكم شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طب عليه الصلاة والسلام نأخذ الحاجة أم أحمد ثم نواصل. لا بأس. الحاجة أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بك، أحب أشارك معك في البرنامج يا أستاذ. تفضلي نورتينا، تفضلي يا أستاذ. الله ينور عليك. الموضوع اللي حضرتكم بتتكلموا فيه يعني أقول إيه، محدش يقدر يقلع يخلع الحجاب عن واحدة ست هي مش عايزة تخلعه. صحيح. يعني أحب أقول لحضرتك إني أنا مثلا مهما يجيلي من دعاوى وأنا منتقبة وأنا محجبة ما ينفعش ما أقدرش حد يقلعهولي. صحيح. إلا إذا كنت أنا مقتنعة كده، يعني اللي عايزة تنزل وتقلع في الشارع ديت هي عايزة كده. هي في الغالب مش هتكون محجبة، هي مش هتكون محجبة وهتلبسه كرمز، يعني هي هتبقى لابساه كده منظر عشان تقلعه، يعني خلعت الحجاب. اللي هم عايزين كده اساسا مش محجبين، في الكلور مش محجبين يعني. واذا كانوا محجبين محجبين مش مزاجهم، صحيح، مش هم مش من جواهم. مش عارفه بفهم حضرتك يعني. حبيت اشارك معاك بس عشان اعرفك النقطه ديت. احنا مستبشرين خيرا والله يا ام احمد، ويعني لا ننزعج ابدا بهذه الدعوه بل نستبشر خيرا. يعني انا متفائل لدرجه اني اقول ان الحجاب سوف ترتديه غير المحجبات في هذه الاوقات عن اقتناع، محدش بيفرض حد انه امراه ان تتحجب او ان تخلع الحجاب، فان شاء الله استبشري بالخير. نساء المؤمنين، نساء المؤمنين قوي كلهم بخير ان شاء الله. ابشري يا اختنا. متشكره قوي يا استاذ احمد، متشكره قوي. الله يرضى عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الواحد بيتفائل والله. نعم شيخي الكريم، مساله انت علي مثل امي واختي كثيرا كثيرا، وهو يسب ويشتم وهي تأتي على نفسها وتقول أصالحه، لكن حكم هذه الأيمانات هل هذا طلاق أم ظهار أم ماذا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذا الزوج لم يتقي الله سبحانه وتعالى، وكما قال ابن عباس يأتي أحدهم بالأحموقة ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وصدق والله فيما قال رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه عن أبيه. نقول يعني كلمة أنت محرمة علي كأمي وأختي أو أنت محرمة علي فقط، الراجح من الأقوال الكثيرة عند أهل العلم فيما يبدو لي والله تعالى أعلى وأعلم أنه يسأل عن نيته، فإن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن قصد كلمة أنت محرمة علي فقط. نعم. السؤال لا زي أمي. وإن قال زي أمي وأختي يعني هي تكون قريبة جدا في هذه الحالة من الظهار، ولعل اللفظ يدل على النية. هو ظهار. أنه ظهار. نعم. هو بس أيضا لكن فيها خلاف بين أهل العلم، معلوم أن من قال لزوجته أنت علي حرام أو أنت علي محرمة، إنما لو قال أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار. على طب ولو قالها أنت زي أمي وأختي حرمان علي زي أمي وأختي، خلاص ظهار. يعد هو ده اللي هو قاله لها. يعد ظهارا. يعد ظهارا. طب كفارة الظهار إيه يا شيخي الكريم؟ كفارة الظهار كما قال الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. طب عند عدم الوجود قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طبعا وفي كل من هذين من قبل أن يتماس، أي من قبل الجماع، يصوم شهرين متتابعين. لا أقول 60 يوما كما يظن كثير من الناس، وإنما أقول عليه أن يصوم شهرين عربيين قمريين متتابعين. الهجرية. الهجرية ممكن يكون 59 يوم. خلاص كده مش شرط 60 يوم يعني. المهم لأن الشهر إما 30 وإما 29، ليس عندنا 28 ولا 30. الغالب 29. أي نعم. السورة العربية نعم. في الغالب 29. طيب فهو يصوم شهرين متتابعين. طب ما لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا. قال تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار. من قبل أن يتماس. في الأخيرة لم يقل مولانا من قبل أن يتماس، فوقع الخلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال وما كان ربك نسيا، لو كان
هنا أيضا من قبل أن يتماس لذكرها الله سبحانه وتعالى كما ذكرها في المرتين السابقتين. ومن العلماء من قال ذكرهما في المرتين السابقتين يغني عن ذكرها في المرة الثالثة، فقد نبه في المرة السابقة على هذه المرة فلا داعي لذكرها. فلا فقع الخلاف سواء بين أهل العلم، سواء كفر أو لم يكفر، كحالة زوج الحجة أمة الله وربما يقولها ثم يتصالحان فتعود المياه إلى مجاريها والحياة تعود طبيعية للغاية، فما كان شيئا لم يكن. حكم العشرة إيه؟ هل هذا طلاق أم عليه هو ذنوب والبيت كما هو لأنه لسه يعني ما زال زوجا لها؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أن يعني هذه المشكلة نبهت عليها وأشرت إليها مرارا وتكرارا، وهي أننا مسؤولون، يعني أنت حين تزوجت أنت صرت مسؤولا، بل أنت مسؤول قبل أن تتزوج عن كلامك. الكلمة هذه يدخل بها المرء الإسلام ويخرج بها من الإسلام ويتزوج بها ويطلق بها، يعني أنا لست في حاجة لأن أذكر أهمية الكلمة وشأن الكلمة في الإسلام. فنقول يعني إذا لم يفعل هذا فهو قد ارتكب إثما عظيما، والإثم عليه هو الإثم عليه إذا لم يكفر عن هذه الأمانة لأنه الملزم بها، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما سبه لدين الله تبارك وتعالى فسب الدين كفر باتفاق أهل العلم. وأما شقه للجلباب وهذا فهذا من الـ يعني التسخط، ومن التسخط على الله عز وجل وعلى قدره وعلى فعله سبحانه وتعالى، ويعني التوبة منه بالاستغفار والعزم على ألا يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى. لكن الحياة ما فيهاش مشاكل معهم وهي ما زالت زوجة له؟ هي زوجة له. لا، لأن الكلام اللي بيقوله ده ظهار من أول، ليس طلاقا. نعم، هذا ليس طلاقا. وهو عليه كفارة على كل يمين ظهار هو قاله في حياته الزوجية من 20 عاما. نعم، يعني نعم. هناك يعني خلاف بين أهل العلم في مسألة من ظهر أكثر من مرة ولم يكفر، هل عليه في النهاية كفارة واحدة لكل هذا الظهار، أما دم الظهار كان على أمور يعني متعددة فكل أمر كفارة. خلاف بين العلماء، لو أن في الأمر صعوبة ومشقة فلو ألزم بواحدة ويستغفر الله ويتوب إليه تاب الله عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا شيخ حسام جاد. مشاهدينا الكرام، معنا فاصل قصير للغاية وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ حسام جاد بعد الفاصل بإذن الله تعالى من الإجابة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل القبول والسداد والرشد والرشاد، اللهم أمين يا رب العالمين، لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. شيخ الكريم فضيلة الشيخ حسام جاد، أهلا ومرحبا بك من جديد. أم عبد الله زوجها يعمل في الفحم الذي يستخدم في المقاهي، هي لم تخبرنا لأن الاتصال انقطع، هل هو يعمل في المقهى لإشعال الفحم للشيشة وما شبه ذلك، أم أنه يعمل في مصنع للفحم؟ نعم. أظن أن الأمرين مختلفان يعني. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فإن كان يعمل في مصنع فحم فللفحم استخدامات عديدة فلا شيء عليه أبدا والعمل جائز. وإن كان يعمل في مقهى للفحم الذي يوضع في الشيشة وما أشبه فهذا عمل محرم، فيختلف الحكم كما ذكرت بارك الله فيك. الأول جائز ولا شيء فيه، لو مصنع فحم من بابه نعم، فمالوش دعوة بقى بيستخدم فيه. نعم خلاص، يعني هو له عدة استخدامات وله عدة استعمالات، فيستخدم كما يستخدم في اللحوم والكباب بالضبط. نعم، هي لسه بتتعمل الأطعمة دي أظن، هذا شغالة يعني. طب كويس، مش أظن حقيقة، احنا بنأكل الكلام ده لحسن المشاهد يقول احنا بنأكلش الحاجات دي أو بنتصنع، إنها هي مداعبة يعني. أنا أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظك سيدنا، أسأل الله أن يوسع عليك وعلى المسلمين جميعا. ربنا يبارك فيك والله، ربنا يكرمك ويوسع علينا جميعا. آمين. فالفحم له عدة استخدامات، إن كان يعمل في مصنع فلا شيء في ذلك أبدا ولا حرج عليه، أما إن كان يعمل في مقهى فهو إثم عظيم، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. نسأل الله عز وجل القبول والتيسير. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم خلال الحلقة إن شاء الله تعالى ليتمكن فضيلة الشيخ حسام جاد من الإجابة عليها. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، هل يجوز أن يتزوج الرجل من خالة زوجته؟
من خالتي زوجته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن يجمع المرء الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، ولكن إن طلق امرأته أو ماتت عنه جاز له أن يتزوج من خالتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما، ولكن إن ماتت المرأة أو طلقها فله أن يتزوج خالتها. طبعا مسألة أنها تكون موجودة ودي أظن ما فيها كراهة، يعني فيها جواز بس يبقى فيها قطيعة صلة رحم حاجة، يعني صعب قوي ان تبقى هي كانت في خصوصا في مجتمعاتنا. نعم. زوجته تكون زوجة له ثم يطلقها ويتزوج أختها أو يتزوج خالتها. نعم. وإن كان الحكم فيه جواز لكن أكيد. نعم. هيبقى فيه. نعم. يعني شوية حاجات كده ما تخشش البيت ما تعملش ما تسويش. بالضبط. نعم. نعم. لكن مسألة الوفاء أظن المسألة أوسع بكثير. نعم. الحمد لله والصلاة. نعم. والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فالشرع إذا حلل حكما أو أجاز شيئا فينبغي أن تتقبله النفوس بالقبول. ولكن نقول إذا وجدنا أن المجتمع يعني أن هذا قد يؤدي إلى قطيعة رحم وإلى كذا، فهذا الأمر مراعى شرعا، ومراعاة المآلات واعتبار المآلات أمر معتبر شرعا وقدرا. يعني نحن لابد أن نراعي هذا، نراعي مآلات الأمور. طب أنا لو تزوجت من خالتها أو من عمتها إذا طلقتها يعني طيب ما دوت هيؤدي ليه لا تكلم عمتها كل الله وكان يحبها وهي وهو معي أو هي كانت على علاقة بي، إن أدى الأمر إلى ذلك فنقول الأفضل أن يتركها حتى لا يؤدي إلى قطيعة رحم أو ما شابه، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن من ناحية الحكم الشرعي هذا جائز ولا شيء فيه في حال الوفاء، في الوفاء أو الطلاق في الأصل في الحال الوفاء. لكن أن يجمع بينهما بين الزوجة وخالتها أو الزوجة وأختها أو عمتها فأمر محرم باتفاق ما دامت زوجة له. أستاذنا الكريم والذي جاءت محمد. به السنة. نعم. الذي جاءت به السنة ليس هذا في القرآن، العمة والخالة حتى لا فرض به السنة. يعني انظر إلى الذي يريد أن نهدم السنة أو لا نأخذ من السنة، كيف نأخذ هذا الحكم من القرآن الكريم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أم محمد جزاك الله خير يا شيخي الكريم على هذه الموعظة، ونعود إليها بعد هذا الاتصال. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت النبي عن شيء. نعم تفضلي. لا والله تفضلي. أنا ست مريضة عندي 51 سنة وعندي الجلب وعاملة عمليات فيه وعندي السكر والضغط وأني عندي حالة نفسية. وامي ساكنه في نفس الشارع وبعدين بتعاملني معامله شنه خالص مع انها بتاخد معاش من ورا والدي كبير خالص وهي لروحها ممكن اكلمها مش ترد ويجي لي حاله نفسيه واتعب فيها خالص وهي عايزه اديها فلوس واني بجيب علاج كتير خالص والله يا عم الشيخ وهي مش بتحبني وبتقعد تيجي عليا كتير وعلى اخواتي وبتدعي دعاوي شنه خالص وأني أصلا خايفة من ربنا لأن ابني هيبعت حجني وخايفة وعايزة أروح أحج وخايفة. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا يتوب على المسلمين جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم في غاية يعني لفتة في غاية الجمال ومسألة السنة، أن السنة استقلت بأحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وبدليل هذا الحكم. نعم. ليس موجودا في القرآن وإنما هو موجود في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. نعم. والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. فهذا كثير. هذا. نعم. كثير جدا أن تستقل السنة بأحكام شرعية لم يذكرها القرآن الكريم كثير، والدارس للسنة النبوية يعلم أن السنة تأتي مؤكدة لما جاء به القرآن وتأتي مقيدة لما أطلقه القرآن وتأتي مخصصة لما عممه القرآن وتأتي مبينة لما أجمله القرآن وتأتي بأحكام جديدة إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم وأمثلته كثيرة جدا لعلاقة السنة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وحي من الله. كلاهما وحي من الله، هذا وحي متلو أعني القرآن الكريم وهذه وحي غير متلو أعني السنة النبوية المشرفة المنسوبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي أحكام شرعية استقلت بها السنة، ولكن كما قال القائل
ومتى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الكبراء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ علماءنا وكبراءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الشتام، نسأل الله العافية، لأن بعض الناس الذين يهاجمون مشايخنا نسأل الله الهداية ربما يتطاولون بقلة أدب وحياء وسوء ألفاظ وفحش في القول، نسأل الله لنا ولهم الهداية. من معنا يا أستاذنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة أم علي تفضلي. أيوة لو سمحت، ماما اتوفت الله يرحمها، أم زوجي. نعم، أم زوجي اللي هي أم زوجي. أم الزوج، نعم الله يرحمها. وهي المفروض أن زوجها بعد ما توفت خد بعض الحاجات وباعها. في البلد عندهم كعادات وتقاليد بيقولوا، سألوا حد بيقولوا شيخ يعني، قالوا ان الحاجة اللي بتتباع بتاعت المتوفى بتبقى نار وحاجات زي كده عليه في القبر. فللأسف يعني هو احنا عارفين ان ده خرافات يعني من البدع والعادات والتقاليد، فانا كنت عايزة يعني أأكد للناس ان دي حاجة اكيد غلط يعني. هو خد حاجة من حاجة مش من حقه، ولا خد حاجة من ميراثه يعني فيها؟ لا لا، هو هي زي ما كانت خياطة كان هو مشتريها لها حاجات زي كده يعني، يعني بتاع ده فرن حاجات زي كده، لكن هو كان مشتريها لها وباعها. يعني ماله هو؟ نعم. طيب فهو خدها وباعها، فهم يعني اي حد بيسمع ان هو باع حاجه فبيقولوا لا دي بتوصل نار عليها في القبر، نسأل الله حاجات زي كده. وما حكم لو الحاجه الهدوم بتاعتها او الحاجات دي طلعت لله عز وجل؟ حاضر حاضر في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، لان الواحد عندما يرى بعض المقاطع على اليوتيوب ويجد اسماء باعينها، يعني انا كتبت بس فلان الفلاني يسب بس، فلقيت هذا الانسان سب الدنيا كلها، ده لم يترك احدا الا وهو سبه، نسال الله العافيه. وبقى بيتكلم بقى وحركات وحاجات كده وفرحان باسلوبه البذيء، نسال الله الهدايه لكل المسلمين. اللهم امين. وتحس كده تشعر بالحقد والحسد وهو بيتلذذ بهتك اعراض هؤلاء، ويقول يعني هم دول علماء، ده واحد ماشي في الشارع وسموه الشيخ ورب دقنه وعمل ولبس لي طرحه وعمل لي مش عارف ايه وحط مكياج وبيتكلم، تقول الله الناس دي ليه كده يعني هو ربنا يهدينا ويهديهم. نعم والله يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفحش والتفحش كما قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس المؤمن باللعان ولا السباب ولا الفاحش كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عليه الصلاة والسلام. والإسلام دعا إلى مكارم الأخلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زبدة دعوته وخلاصة رسالته صلى الله عليه وسلم في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فصلى الله وسلم عليه ورضي الله سبحانه وتعالى عمن يعني عمل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن كما قالت أم لنا كريمة بالأمس، والله إذا طلع العيب من أهل العيب فيعني لا عيب، أو كما قالت هو يعني الذي تذكره الآن ويسب ويسب، وهذا لسانه صار الشتم والسب على لسانه أسهل من شربة ماء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لا يبالي بالكلمة التي يقولها، لا يبالي بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفضل. الملاحظ شيخ الكريم من خلال يعني استقراءاتي في المجتمع مع التعاملات مع بعض غير المسلمين يتلذذون بهذه الأمور، تصب في يعني خلاص هو ده انتوا نفسكم اللي بتقولوا على بعض كده. نعم يعني إذا سب البخاري هو بيفرح، نعم السنة تسب،
إذا طعن في الشيخ فلاني المعاصرا كان قديما الإمام ابن تيمية أو حتى مشايخنا المعاصرين حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، لأن التعدي مش على شخصه، إنما التعدي على هويته وعلى منهجه وعلى فكره وطريقة ملبسه وطريقة كلامه. من معنا؟ السلام عليكم. راح الاتصال، عاود الاتصال يا أختنا. نعم، فالسخرية ليست من ديننا، من ديننا. ثم إنه لا يسخر من الشخص كشخص، نعم، هو يسخر من منهج هذا الشخص، يريد هدم هذا الفكر بالكلية. تمام. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والله عز وجل بين أن موسى عليه السلام حين قال له قومه حين قال له قومه: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهذا يفعله أهل الجهل، يفعله أهل الغباوة والشقاوة، نسأل الله سبحانه وتعالى. ثم أعقب بقولي: السخرية والاستهزاء والسب والشتم واللعن والقذف قد يحسنه كل أحد، ولكن القوي حقا هو التقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج من فيه إلا ما قد أعد له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلو رسخ إيمان في قلب عبد لتحرى كل كلمة ينطق بها، والله تعالى أعلى وأعلم. حتى مع المخالف، والله حتى مع المخالف، يعني ما نحن نخالفهم، ولكن أنا لا أذكر أسماءهم خوفا منهم أو خوفا من أحد، نعم، وإنما يعني ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وهم معلومون للجميع يعني، نعم، ولكن لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون قبل الموت، نعم، يتوب الله عز وجل عليهم فتكون كلمتي مسجلة وهو عند الله من التائبين، نعم. فالواحد يتعفف من ذكر أسمائهم، لأن ليس بيننا وبينهم خصومة، لكن الخصومة هم الذين يعني يأتون بها، نسأل الله العافية. نعم. من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا عم؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل استاذ عصام. لو سمحت يا شيخ، انا عندي مشكلة. ايوه يا فندم، عندي مشكلة مع واحد بحلف عليه لا يحسب حاجة، بيشكك في سعر حاجة ببيعها له، مثلا انا بقال اصلا. معايا؟ نص عليك. نعم. فبقول له عليه اليمين لا تحسب انت، فمرضيش يحسب، فهل وقع عليه اليمين كده؟ حاضر. قل له ماذا تقصد بكلمة؟ ما يعني ايه عليك اليمين؟ يعني كأنك تريد ان تقول والله مثلا يعني لا تحسب انت؟ انا قلت له والله احسب انت، مرضيش يحسب. يعني قلت له طب عليه اليمين يحسب. طيب. طيب، وهو لم يوافق على هذا، فما عليك من ذنب؟ حاضر، هل عليك ذنب يعني؟ طيب يا أستاذ عصام، في سؤال تاني يا حاج عصام؟ الأستاذة مروة، السلام عليكم. على الورق والكتاب وزي كده. وطي يعني التلفزيون يا أخت مروة واسمعينا من التليفون من فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لسه معانا يا أستاذ أسامة؟ أستاذة مروة، اتفضلي يا أختنا. السلام عليكم. طب عاودي الاتصال. نعم شيخي الكريم، ويعني ليس هذا هو موضوعنا، ولكن الشيء بالشيء يذكر، ونسأل نعم. الله عز وجل العافية، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. هناك جرح شديد في أصبع أمي، شفاها الله وعفاها، شفاها الله وعفاها، وتلف على هذا الأصبع شاشة أثناء الوضوء وتمسح عليها، هل هذا صحيح؟ وهل يلزمها ترك الشاشة على أصبعها حتى تنتهي الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فنسأل الله لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء ابتداء، ثم أمين. نقول نعم، إذا أصيب المرء بجرح فله أن يغطيه، له أن يستره، له أن يجبره، أو بالشاشة الآن كما يصنع، ويمسح نعم عليه، يمسح عليه، فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، أو نبه إلى ذلك ودل على ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما، الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره بسند صححه شيخ الألباني وضعفه غيره، وهو قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فنام فاحتلم، فلما أصبح سأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟
قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. نعم. فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان يكفيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فهذا الحديث دليل على جواز وضع الجبيرة أو وضع أي شيء على الجرح. نعم. أو على الكسر أو كذا، وثم يمسح عليه ولا شيء في ذلك إن شاء الله. هو يبدو أنها تلف هذه الشاشة على أصبعها أثناء الوضوء والصلاة فقط، يعني بعد ذلك تتخلى عنها يعني. طيب حتى ربما تتضرر من نزول الماء عليها أو تتألم أو كذا، فهو أمر جائز إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. أخونا أحمد سلطان على صفحة البرنامج يقول نرجو الدعاء لشيخنا أو للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه. نعم. طيب يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فندعو للشيخ أبي إسحاق الحويني، وندعو أيضا يعني أمي أيضا مريضة، أدعو الله عز وجل أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. فندعو للجميع يعني، وعلى رأس هؤلاء جميعا شيخنا وحبيبنا وأستاذنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى وبارك الله لنا في عمره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم بارك لنا في أعمارهم، اللهم بارك لنا في أعمارهم. اللهم انفع بهم المسلمين رب العالمين، ينكؤون لك عدوا ويمشون إلى صلاة، فاللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. هل الاتصال موجود ولا انقطع؟ أستاذ إسلام السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا. لو سمحت شيخ أنا عندي سؤال. نعم تفضل. ما حكم الدعاء على إسلام البحيري؟ حكم الدعاء على شخص بعينه. تمام. اسلام البحيري يعني انا لسه من شويه بقول انا ما اذكرش اساميهم ليس خوفا منهم ولكن يعني ترفعا حتى يعني، لكن خلينا ناخذ حكما بعينه، هل يجوز الدعاء على شخص بعينه حتى ولو تجاوز الحد؟ نعم. نعم جزاك الله خيرا يا استاذ اسلام، ولا هو عشان اسمه اسلام زيك؟ جزاك الله خيرا حبيبي الغالي. ربنا يرضى عنا وعنك يا رب العظيم. يا رب العالمين. شيخي الكريم الوقت يداهمنا، معنا حد. السلام عليكم. جزاكم الله خير. الحجة أم محمد 51 نعم. سنة، وربنا يشفيها ويعافيها ويعافي كل نعم. مرضى المسلمين أمين يا رب العالمين. مريضة وعددت يعني مرضها وقالت أنا يعني تعبانة كمان نفسيا، وأمها سكنة في نفس الشارع نعم. لكن إن الأم لعلها تتدلل على الحجة أم محمد وتريد أن تأخذ منها مالا أمها نعم. وهي عندها ظروف مرضية وتأتي بعلاج، وربما هذه الأم تدعو عليها كثيرا وتظنها يعني عاقة، فهل أم محمد عليها وزر رغم كل الظروف التي تعيشها شيخي الكريم؟ يعني أم محمد لا تستطيع أن تعطي، تقول أنا عايز أحج، أنا مريضة، أنا أخذ دواء، وعندها ظروف نعم. أمها ردا على هذا هاتي فلوس، ما فيش فلوس، طب تدعو عليها. تدعو عليها نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هي ليست مذنبة في ذلك ما دامت لا تستطيع وتفعل معها يعني ما في استطاعتها. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليها أن يعني ترضي أمها، أن ترضي أمها قدر استطاعتها، ولا شيء عليها بعد ذلك. يعني نستطيع أن نلخص الكلام، أدي ما عليك ولا عليك. الله تعالى أعلى وأعلى. جزاك الله خير يا شيخ حسام، الله يرضى عنه وعنك يا رب العالمين. أم علي أمي يعني حماتها توفيت، هي قالت أمي توفيت ثم قالت أم زوجي، جزاك الله خير أنها اعتبرتها أما لها. نعم يعني الله نعم. جزاك الله خير، نسأل الله أن يغفر لها يا أم علي. زوجها اللي هو حما أم علي أخذ بعض الأشياء من البيت زي فرن ماكينة خياطة وباعها، هي تعترف وتقول دي بدعة بس لعلها تريد أن تؤكد على الناس أو على مسامع الناس نعم. بدعية هذه الكلمات أو هذه الأقوال، إن الحاجة التي تباع للميت أو الميتة نعم. تكون نارا عليهم في قبورهم نعم. فهل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى فهذه خرافة لا تمت إلى دين الله سبحانه وتعالى بصلة.
هذا ليس بصحيح بل هو امر باطل والله تعالى اعلم. باطل وكلام كلام هراء كلام هراء. برضه في مساله الميت في غرفته تفضل النور يعني يعني آيد, آيد او نعم. ما تظلمش الاوضه مضيء فتره الميت في الاربعين يوم الاولى روحه بتبقى في المكان معلقه والكلام ده شيخ الكريم الناس يقولونه نعم. يعني في القديم والجديد نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هذا كله من العبث وهذا نعم. كله من الخرافات ونحن نؤثر أصلا لعل الناس ينتفعون به نعم. نقول يا إخواننا يا أساتذتنا بارك الله فيكم الأمور الغيبية لا تؤخذ إلا من خلال الخبر إلا من خلال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم عن أمر غيبي هل أنا شاهدت روح الميت وهي تطوف في المكان هل أنا أعلم ما الذي يحدث له بعد موته لا يمكن أن أتكلم عن أمر غيبي إلا من خلال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبر هل تحفظ آية أو تحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن روح الميت تطوف 40 يوما في المكان هل تحفظ حديثا أن من باع شيئا للميت أوقد على قبره نارا هذا كلام لا يصح أبدا ينبغي للمرء أن يكون فطنا نعم. لا يأخذ الأمور الغيبية إلا من خلال كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام هو احنا انتهينا من إجابة الحجة محمد ودعاء أمها عليها نعم قلنا بأنها أنها أدي ما عليك ولا عليك وهي ما دامت تبرها قدر استطاعتها فلا شيء عليها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه طب شيخي الكريم لو حاولت رغم ظروف في مرضها أن تراضي أن يعني أن تسترضي أمها حتى ولو بالقليل يا أمي أنت عارفة ظروفي بس أنا يعني كده وكل فترة يعني برضو يعني هذه أمها يعني نعم وأحيانا حين يبلغ بالمرء السن يعني تكون له متطلبات غريبة وعجيبة فنقول نعم لابد أن نراعيها وأنا نبهت قلت ارضيها بقدر أن ترضيها بقدر استطاعتها يعني تبذل قصارى جهدها وجهدها في إرضاء أمها تسعى بكل سبيل بكل حتى لو جات على نفسها كثيرا كثيرا نعم هذا والله لن يضيع وستعوضين بإذن الله تعالى نعم. يا أم محمد ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض مسلم اللهم امين يا رب العالمين ام علي ايضا ام علي سالت عن ما حكم يعني اعطاء ملابس الميته صدقه على يعني على روح الميت او الميته نعم يعني الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فالتصدق عن الميت امر جائز بل امر مستحب استحبابا شديدا فلها ذلك لها ان تتصدق ببعض ملابسها لا ان تتصدق ببعض اموالها الى غير ذلك كل ذلك من مالها اصلا حتى نعم. الملابس اموال نعم. فكل ذلك امر مستحب ينفع الميت بعد موته نعم جزاك الله خيرا أستاذ عصام عنده مشكلة مع أحد الناس والله لا تحسب أنت علي اليمين لا تحسب أنت الرجل لم يقبل هذا وقال لا احسب أنت نعم. فكلمة والله أو علي اليمين هذا الحلف هل هذا لغو يمين أم أنه يمين مغلظة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني إن كان مما اعتاده اللسان والله لا تحسب أنت وهكذا مما يقال والله لا تتفضل لا والله لا تأكل والله لا تأتي نعم يعني. هذا طبعا يعد يمين لغو ويمين اللغو يقول الله فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهي اليمين المنعقدة فلو كانت يمينا منعقدة عليه كفارة وما هي الكفارة شيخ قال الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ايه بقى ما كفارته قال فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم جزاك الله خير شيخ كريم نعم. الاستاذ اسلام الحكم على ما قالش على شخص معين هو سمى نعم. وقال يعني الدعاء على فلان الدعاء على فلان والله ليس خوفا منه ولا من اي شيء يعني احنا من كلامنا واضح ومعروف احنا بنتكلم على الدعاء على شخص معين عشان الناس تستفيد نعم. هل لو كان هذا الشخص ظالما او متعديا او متجنيا كحاله هذا الانسان المذكور نعم. يكون الدعاء عليه فيه تعدي شيخ الكريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فلا اعلم خلافا بين اهل العلم في جواز الدعاء على معين فقد اتفق أهل العلم فيما أعلم على جواز الدعاء على معين وقد دعا كثير بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على معين من المسلمين وهذا ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أقول دعا على فلان ودعا على فلانة فقد ثبت عنه لأن نحتاج اللي احنا نتكلم كيف دعا على صحابي وتحتاج منا إلى يعني كلام كثير تمام لو كان يعني الإنسان ظالما
نعم. فدعا المظلوم عليه. نعم. فهل هذا من حق المظلوم؟ نعم من حقه. أستاذنا الكريم دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه على الرجل الذي ظلمه وافترى عليه وقال سعد لا يحسن يصلي وقال كذا. ماذا قال سعد؟ قال اللهم أطل عمره، اللهم أطل فقره، اللهم عرضه للفتن. خلاصة الكلام يجوز الدعاء على معين، يجوز الدعاء، وإنما اختلف أهل العلم في جواز لعن المعين، فمنهم من قال يجوز لعنه على أنه دعاء، ومنهم من قال اللعن قد ورد فيه حديث خاص فلا يجوز، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يؤتى برجل مرارا وتكرارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يشرب الخمر، فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. بل قال بعض العلماء هذا الحديث دليل على جواز اللعن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، ففيه دليل على أنه لو كان ممن لا يحب الله ورسوله فيجوز لعنه بمفهوم المخالفة. بمفهوم المخالفة نعم. ولكن ذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز لعن المعين. أما الدعاء على معين فهو أمر جائز، وأما المذكور المومى إليه آنفة فقد بغى وطغى وتعدى وجنى وأتى بعظائم الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى صحيح. إن لم يهده أن يجعله عبرة للمعتبرين، إنه ولي ذلك القدر. هو من كان على شاكلته جميعا، أسأل الله لهم الهداية، فإن لم يكن كذلك فأسأل الله عز وجل أن يريح الناس جميعا من شرورهم، اللهم آمين آمين. شيخ الكريم الشيخ حسام جاد حفظك الله، الوقت انتهى ولكن استأذنك، حكم غدا اول رجب نعم والباقي على رمضان شهران، اسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان، حكم صيام اول رجب و27 رجب نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. فقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كتاب اسمه تبيين العجب فيما ورد في رجب او في صيام رجب، وكل ما ورد في رجب لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم غرة كل شهر، وفي الحديث خلاف بين المحدثين هل هو حديث صحيح أم حديث ضعيف، فمن صححه قال به قال بجواب بسنية كل شهر ليس خاصا برجب أو ليس خاصا برجب لكن غرة كل شهر، فلم يرد فيما أعلم حديث صحيح في فضل صيام أي يوم من أيام رجب. ومن المشهور أيضا أن رجب فيها حادثة الإسراء والمعراج، وهذا أيضا لا يصح به سند البتة في أن الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، والله تعالى أعلى وأعلم. وأظن بقي سؤال أختنا نعم. لو طفلة عند عمرها 9 سنوات تصوم رمضان ولكنها غير محجبة وتنزل الشارع مكشوفة الذراعين لابسه كتة أو حملات يعني. نعم. أختنا التي عندها أو بنتنا بقى اللي عندها 9 سنوات وتصوم، أولا نشكر صيامها ونشكر أهلها الذين يعودونها على الصيام، فهذه سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن ندعوهم والله وندعو كل أسرة كريمة أن تحافظ على ثياب بناتها، لأن البنت إذا تعودت على كشف كذا من صغرها وتكلما كو سن 9 سنين ليس برضو بالسن الصغيرة، فهذا سن يعني تكون لحم عندها وتكون جسد عندها، فلا يحل هذا. نقول اتقوا الله أيضا وحافظوا على بناتكم، ونقول جزاكم الله خيرا إذ يعني عودتم على الصيام وأرشدتهم إلى العبادات. شيخ حسام جاد أسأل الله عز وجل القبول، اللهم التوفيق والسداد، اللهم وانت بتنور البرنامج، ربنا والله يبارك في حضرتك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ضيف عز الله يبارك نزل علينا، أسأل الله عز وجل القبول، الله يكرمك. وأنا أقول لكم جزاكم الله عنا كل خير، وأسابقك في هذه المرة أقول إني أحبك في الله، أحبك الله، الله يبارك في حضرتك وجميع المسلمين. شيخي الكريم أسأل الله عز وجل القبول. شيخ شعبان درويش عاد الحمد لله من العمرة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ومن جميع المعتمرين، وأن يرزقنا وياكم حجا وعمرة إلى بيت الله الحرام، اللهم أمين يا رب العالمين. لعل الغد وبعد غد هيكون اللقاء إن شاء الله تعالى، لعله يكون معاد يعني إن شاء الله تعالى لتجديدات في الديكورات وكده، فأسأل الله عز وجل التيسير، وألقاكم بإذن الله تعالى على الهواء يوم الأربعاء إذا كان في العمر بقية، ولكن تابعوا لقاء غدا وبعد غد إن شاء الله، حتى الحلقات المعادة بتكون مفيدة، أنا شخصيا لما أتفرج عليها أو شاهدها بستفيد. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.